الفلسطيني واعي جدا، فقد يكون يأخذ نسبة أكبر من فتح أو نسبة أكبر من حماس. الآن معروف في اتجاهات عامة، معروف من اللي له يعني مصداقية أعلى، لكن في النهاية الشعب هو الذي يقرر. فبالتالي يعني لا نحول الموضوع إلى أنه هل نختار فتح أو نختار حماس. نقول للشعب خلي كل واحد يحط برنامجه السياسي ومين قادته، وشعب هو الذي قرر. لكن البرامج السياسية على الأقل في موضوع التحرير وعدم التحرير واضحة، يعني استراتيجيات حماس واضحة واستراتيجيات فتح واضحة، وجرب الخيارين، والشعب الفلسطيني تاريخيا جرب الخيارين وهو أمام نفس الخيارين، خيار المقاومة وخيار المفاوضات. ونحن حاليا واقعيا أمام توقف خيار المقاومة حتى لدى حماس وحتى في غزة مقابل خيار مفاوضات حتى الآن فاشل. أين البديل؟ أولا أنا أعتقد أنه فتح ما عندها برنامج سياسي واحد. هناك في ناس في فتح المتحدثين رسميين بيقولوا عن المفاوضات وغيره، وفي ناس آخرين غير راضيين على الإطلاق وتركوا الحركة أو ممكن يفكروا في أشياء أخرى، وفي ناس بيقولوا نعطيهم فرصة. فيعني هناك عدة فتحات خلينا نسميها. فاللي نتمناه على الفصائل كلها أن كل واحد منهم يوضح موقفه، وعند الانتخاب أو الاختيار من هذه الفئات المختلفة الشعب يختار. لكن موضوع المقاومة توقف أو لم يتوقف، مفروض أنه لو كان عندنا مجلس وطني هو الذي يحدد يعني ما هي طبيعة المقاومة ومن الذي يقوم بها. الآن كل واحد بيجتهد اجتهاد. فأنا أعود وأقول أنه لا مناص من أنه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له تمثيل. وبالمناسبة لما يقولوا المصالحة، أنا لست أفهم يعني ما هو المقصود بالمصالحة. إذا كانت المقصود أولا عيب جدا أنا في اعتقادي أنه الفصائل الفلسطينية بتروح تقعد أمام أجهزة أمنية في بلاد عربية أو عواصم عربية تتنقل وما عندها مرجعية في داخل بيتها. لو كان عندنا مجلس وطني كان هذه بتكون لجنة من أحد اللجان المجلس الوطني أو خلاف داخلي بيحددوه. ثم أنه شو هو الخلاف؟ هل الخلاف على أنه فلسطين بلدنا ولا لا؟ هل هو الخلاف على أنه الميثاق الوطني سنة 69؟ خلاف على السلطة، على السلطة. إذن هو خلاف لا يخص الفلسطينيين إذا كان هذا الموضوع. ولذلك لما يكون في مجلس وطني بيقول لهم أنه إحنا أهدافنا الوطنية كذا كذا كذا، واللي يمشي عليها أهلا وسهلا، واللي ما يمشي عليه هو المعزول. إذن ليس هناك مبرر بالاتفاق بين فتح وحماس على أشياء يتفق عليها الطرفان والبقين ما عندهمش خبر، أو على الأقل يعني ليس هذه قضيتهم. يعني دكتور سلمان، كان الرئيس عرفات يعني علمه الكبير الذي يلوح به دائما هو استقلالية القرار الفلسطيني، وهذا ما أدى إلى تصادمه مع أنظمة عربية. هل برأيك حتى في حركتك الشخصية كمنسق عام لمؤتمر حق العودة والمؤتمرات التي تجري، وطبعا يعني المجتمع المدني الفلسطيني الذي يتحرك، هل يتمتع بهامش من الاستقلالية أم تخاف على جهدك أن يتم مصادرته من قبل تيار سياسي أو جهة سياسية إقليمية؟ والله عملنا حتى الآن هو عمل مستقل، ولكن لا أكتمك أنه كل ما تتقدم في العمل كل ما تصطدم بتيارات أخرى. يعني عندما تنجح في العمل الكل يقول أنه هذا العمل تبعي أو معي، أو يريد أن يعني يضمك إلى جانبه. احنا بنقول القضية بسيطة، احنا لسنا مع هذا ومع ذاك، احنا بنقول الوطن هو هذا هدفه، فأنتم إذا كنتم تريدون هذا الوطن إذن هذا الاتجاه كنا نمشي فيه. ولكن نرجع نقول استقلال قرار فلسطيني، المقصود بهذه الكلمة يجب أن نوضحه. إذا كان المقصود أنه الفلسطينيين ما يكونوا أداة في أيدي الدول العربية فهذا موافق عليه، أنه ما يكون الفصائل مدعومة أو مدفوع لها أو متأثرة بتيارات مختلفة هذا غير مقبول. لكن إن نقول إن إحنا معزولين على العالم، لا، إحنا محيطنا عربي، محيطنا إسلامي، محيطنا عالمي. في كل مجال من هذه المجالات يجب أن نشتغل عليها. يعني خلينا نطلع على إسرائيل يا أخي، مش أكبر داعم لها أمريكا، لكن عمر ما أمريكا ضغطت بحيث إنه إسرائيليين إلا في حالات قليلة طبعا، إسرائيليين قالوا دائما إيش في مصلحتنا ونخليهم يعملوا فيه. فإذا كلمة القرار الوطني الفلسطيني المستقل صحيحة من حيث أنه لا نسمح لأحد أن يتخذنا أداة،
ولكنها غير صحيحة من حيث أنه إحنا جزء من محيط عربي إسلامي عالمي. في بعض السيناريوهات التي تقول في حال فشلت المفاوضات فلتحل السلطة نفسها، هل أنت مع هذا الخيار؟ طيب السلطة الآن لما نطلع فيها كما هي، إيش هي السلطة؟ هي مؤسسات يعني تخدم المجتمع المدني، التعليم والصحة والخدمات البلدية، هذه الأشياء كلها كانت موجودة قبل السلطة. أضيف عليها الآن أنه الأمن الوقائي أو الأمن أو الشرطة أو غيره اللي هي سبب المشاكل كلها، وأضيف عليها انتهاب سلطة منظمة التحرير من حيث السياسة الخارجية، عمرها ما كانت تحت إيد السلطة، ولا يمكن أن يجوز ولا يجوز أن تكون تحت إيد السلطة، لكن الآن وزير خارجية من السلطة وقرارات بتطلع من السلطة وهذا غير سليم. فالآن أنت لما حليت السلطة، إذا حليت السلطة ما بتحلها كعمل مطلق، بتقول إنه لا، فلتعد السلطة إلى دورها المحلي، لكن لازم منظمة التحرير تعود إلى دورها القيادي وتعطي السلطة تعليمات زي ما كان أبو عمار بيعطي تعليمات، اقبلوا هيك، اعملوا يعني مظاهرات أو اعملوا كذا إلى آخره. فالخدمات المدنية على فكرة الناجحة الوحيدة هي اللي كانت قبل السلطة، وما بعد السلطة ما فيها شيء ناجح إطلاقا. طيب عندما يتحدث أيضا في علم السياسي دكتور سلاف فياض رئيس الوزراء عندما يقول أريد بناء مؤسسات ويتحدث عن خلال عامين، وهذه المؤسسات هي التي تحضر بناء الدولة، ويعطي أثناء المثال على مؤسسات اليهودية التي كانت تنشأ قبل قيام دولة إسرائيل. هل حضرتك مع قيام مؤسسات، مؤسسات تعمل، مؤسسات فعالة؟ نعم، يعني هذا الحقيقة يعني مقارنة تحتاج إلى توضيح. هلأ لما بيريز قال لسليم فياض أنت زي بن غوريون، كان قصده أنه بن غوريون بنى مؤسسات الدولة ومجرد أنه أعلانها 48 كانت جاهزة وخلصة جيش وكذا كذا، لكن كيف صار ذلك؟ لأنه الانتداب البريطاني كان مع الصهيونية. أول واحد اللي هو المندوب السامي البريطاني هيربرت سامويل أنشأ دولة إسرائيل في خلال 5 سنوات من 1920 إلى 1925، عمل الآتي: أنشأ جهاز تمثيلي اللي اسمه المجلس اليهودي اللي هو عبارة عن برلمان يهودي، أنشأ نظام تعليمي منفصل لليهود، أنشأ نظام بنكي لليهود، أنشأ وزارة طاقة الكهرباء لليهود، أنشأ دائرة أشغال سولي البني لليهود، أنشأ لهم جيش. فإذا هم كانوا بيشتغلوا في محيط ودي ومساعد، إحنا محيطنا غير مساعد، لكن هذا لا يعني أننا نتوقف. أنا أعتقد بناء المؤسسات الكفء الممتازة ضروري جدا، بس ما هو الثمن؟ هل الثمن ان احنا نقبض فلوس من الاتحاد الاوروبي على اساس ان نبطل نتكلم عن فلسطين؟ هذا غير مقبول، لكن بناء المؤسسات في حد ذاته هذا شيء ضروري وموجود، وهذا ندعو له دائما. لكن هل ندفع الثمن بانه بيع الوطن مقابله او بيع الاهداف الوطنيه؟ غير مقبول. طب باختصار يعني خلال الدقائق الاخيره، هل وكانك تلمح الى الغاء هذه السلطه، عدم بناء مؤسسات مموله من الخارج، فك الارتباط المالي مع أوروبا ومع الدول المانحة، كل هذه المكتسبات التي يعني مشرفة على العيش اليومي الفلسطيني في الداخل، هل وكأنك تلمح إلى فكفكة كل ذلك والعودة إلى ما قبل 65 حتى؟ لا، ورأس الموضوع كله ينبع من حاجة واحدة، أنه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. إذا أعيد بناءها بالشكل السليم هي اللي بتتولى هذه الأمور. الأوروبيين ما بيدفعوا عشان خطرنا، بيدفعوا ما كانت إسرائيل يجب أن تدفعه، هم يدعموا الاحتلال الأوروبيين، لأنه حسب اتفاقية جنيف الرابعة كل الخدمات واقعة تحت يعني تحت الاحتلال، هو لازم يدفعها. فأنا ما بقول أنه يعني هذه أو تلك، أنا بقول ينقل هذا إلى منظمة التحرير، وتكون منظمة التحرير خارج الاحتلال الإسرائيلي، وتكون بقوتها الكبيرة اللي كانت زمان، وتكون السلطة، هي كانت السلطة موجودة زمان باسم تحت دائرة الوطن المحتل، فتعود لهذا العمل. ولكن بناء المؤسسات وإلى آخره هذا يجب أن نستمر، ولكن مش على أساس بيع الأهداف الوطنية. فإذا نعود نقول في نهاية المطاف لابد من تمثيل الشعب الفلسطيني، ولابد أن يكون له قيادة جديدة نابعة من انتخابات أو اختيارات معقولة،
هي التي تتحدد مصير الشعب الفلسطيني. سؤال أخير وبشكل سريع، من خلال يعني صفتك كمنسق عام المؤتمر حق العودة، هناك من يقول لك يعني أعقد المؤتمرات وفلتغطى هذه المؤتمرات إعلاميا، لكن بالنهاية ليس المؤتمرات وليس التحرك الشعبي من باستطاعته أن يحرك شيء بهذه القضية. حضرتك وجهة نظرك؟ لا لا، بالعكس أنا أؤيد ذلك جدا، أنه فعلا إحنا شبعنا من المؤتمرات، وإحنا من أوسلو إلنا الآن 15 سنة صار في وعي من حق العودة، في عنا أكثر من 200 أو 300 لجنة حماية حق العودة في جميع أماكن الشتات، والمؤتمرات أدت دورها. الآن مفروض أنه اللاجئين يكون، إذا لم يكن هناك منظمة تحرير فلسطينية في الطريقة المطلوبة، أن يكون هناك مؤتمر لاجئين تمثيلي تمثيلي، وهذا ما يجب أن نسعى إليه في هذه المرحلة الدقيقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور سلمان أبو ستة، المنسق العام لمؤتمر حق العودة. كنا نتأمل في هموم البيت الفلسطيني. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا شكرا لدعوتي. الله يخليك.